طيب اتكلمنا، تعالوا بقى ندخل على ماركوس ميخائيل. ماركوس ميخائيل، من هو ماركوس ميخائيل؟ ماركوس ميخائيل اتكلمت عنه النهارده وسائل الاعلام، اكتر من وسيله اعلاميه اتكلمت النهارده على ماركوس ميخائيل. من هو ماركوس ميخائيل اللي الاهلي والزمالك عمالين يجروا وراه؟ ماركوس ميخائيل هو لاعب مصري سويدي معاه جنسيتين، ولد في 2 اغسطس عام 2000، يعني عنده 23 سنه، وحصل على الجنسيه السويديه. يلعب لنادي نوريبي بالدرجه الثالثه السويسري، وينتهي عقده بنهايه الموسم الحالي، يعني فري، يعني تقدر في يناير تمضيه. يجيد اللاعب في مركزين، الظهير الايسر ولاعب الوسط، جايب 4 تجوان وصنع جون واحد في 30 مباراه مع فريقه هذا الموسم. ناس كتير انا ما اتفرجتش عليه بصراحه، ناس كتير اتفرجت عليه و قالوا لي لعيب حريف جدا، لعيب امكانياته ومهاراته غير طبيعيه، رغم انه بيلعب باك شمال بيعرف يجيب اجوان وعنده 23 سنه وممكن تجيبه ببلاش وما تدفعش فيه فلوس، يعني ممكن تمضيه في يناير وتاخده نهايه الموسم. النادي بتاعه نادي سويدي، لو اديتهم مثلا يعني 300 400 الف دولار ممكن تاخده في يناير ويلعب معاك. والميزه ان هو مصري سويدي، يعني ممكن يتأيد ان هو لعيب مصري بالجنسيه المصريه ويلعب كمان في منتخب مصر، يلعب في منتخب مصر. ولكن ايه العقبه؟ ايه العقبه؟ ازمه القيد. ممكن نادي الزمالك يعمل معاه عقد ويسيبه للموسم الجديد، يخلص من دلوقتي تحسبا، ازمه القيد اتفكت، اروح اتفاوض مع نادي واشتري الباقي من عقده، الست شهور الباقيين من عقده. طب الازمه فضلت موجوده، ابقى انا معايا العقد بتاع اللعيب حطه في الخزنه وقت ما الموسم الجديد يجي اللعيب بتاعي ده، لو انت دي شغاله. فبيقولوا لعيب كويس ماركوس ميخائيل، اتمنى انه يكون ليه دور في نادي الزمالك. بصوا يا رجاله، هقول لكم على الخبر اللي جالي من اهم مصدر عندي برضو، يعني انا هقول لكم على الخبر من اهم مصدر عندي. ايه الخبر اللي من اهم مصدر عندي؟ الخبر اللي من اهم مصدر عندي ان الاهلي انهى صفقة عمر كمال عبد الواحد. الاهلي ينهي صفقة عمر كمال عبد الواحد. الصفقة خلصت على ايه وخلصت ازاي؟ الصفقة خلصت ان عمر كمال الاهلي هيدفع 5 مليون جنيه، زائد بيع مش اعاره، لان الاهلي مخلص 7 اعارات بتوعه، بيع خالد عبد الفتاح لفيوتشر. فكده عمر كمال، المعلومه اللي جات لي اني عمر كمال خلص مع الاهلي 5 مليون ويا بلاش والله في لعيب زي ده، وخالد عبد الفتاح بيع، وعرفت ان الصفقه خلصت، صفقة عمر كمال عبد الواحد لصالح النادي الاهلي. اكيد جمهور الزمالك زعلان، ولكن دي المعلومة اللي عندي، ان اللعيب خلص مع الاهلي، ولا بيراميدز ولا الزمالك. انا سمعت كده ان بيقولوا الزمالك الزمالك عنده عجز 400 مليون يعني. فده بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد. تعالوا ناخد اخبار مهمه متعلقه بنادي الزمالك، متعلقه بنادي الزمالك. ايه هي الاخبار المهمه المتعلقه بنادي الزمالك؟ يعني احنا 28 دقيقه ممكن نحاول ناخدها على السريع كده عشان ما نطولش على الناس. بصوا يا رجاله، هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا بغير من الاهلي، بغير من الاهلي، عندي غيره من الاهلي. ليه؟ في صيف 2024 في بطولة كاس العالم للأندية، ده غير اللي هي اللي هتتلعب دي قريب، لا في صيف بس مش عارف في شهر كام، الاهلي هيلعب كاس العالم للأندية اللي هي من 24 فريق، اللي هي البطولة الجديدة. عارفين الاهلي راصد متارجت مين؟ عارفين الاهلي متارجت صفقات مين ولا مش عارفين؟ هقول لكم.
2025 ولا 2024؟ اعتقد 2024 اعتقد. ولكن الاهلي متارجت لعيبه الصيف 25 تمام، الاهلي متارجت لعيبه اسامي يعني عاليه قوي لو في حالتهم، يعني لو لسه مستمرين على الحاله اللي هم فيها. متارجت بالرمضان وموليكا واحمد حجازي وتريزيجيه، الاهلي متارجت لعيبه عاليه قوي. طب هم هيجيبوا الفلوس منين يا محمد؟ هل تعلم ان الاهلي والوداد والترجي عارف هياخدوا كم من المشاركه في البطوله؟ كل نادي هياخد 12 مليون دولار، ده نظير المشاركه. طب لو صعدوا للدور التالي هياخدوا 4 مليون دولار، 4 يعني 16 مليون دولار. تخيل الرقم عامل ازاي، متخيل؟ متخيل. طب تعال اقول لك حاجه تاني، الاهلي والوداد مشاركين لانهم ابطال، لانهم ابطال. طب الترجي مشارك ليه؟ عارف الترجي مشارك ليه ولا مش عارف؟ الترجي مشارك عشان خاطر هو الاعلى تصنيفا اخر كام سنه، اخر كام سنه هو الاعلى تصنيفا في افريقيا. طب الزمالك فين؟ انا غيران على الزمالك وزعلان، الزمالك فين؟ طب العقود اللي الزمالك بيعملها فين؟ الزمالك عنده عقود لعيبه عاليه، ليه احنا عندنا عقود عاليه والناتج صفر؟ الزمالك فين؟ هل الترجي والوداد بيصرفوا زي الزمالك؟ اشمعنى هم احسن مننا؟ بلاش اغير من الاهلي، هغير من الترجي ومن الوداد. الترجي والوداد هغير منهم. الاهلي الدوله بتدعمه زي ما انتوا بتقولوا ومعاه فلوس ماشي وعنده دولارات وماشي. طب الوداد والترجي برضو الدوله بتدعمه ولا في حاجه غلط عندنا؟ يمكن، رد عليا. يعني الاهلي الدوله بتدعمه ماشي، هو بيصعد عشان الدوله بتدعمه. طب الترجي والوداد هل الدوله بتدعمهم؟ ليه على طول في النهائيات وتصنيفهم الافريقي عالي عن الزمالك؟ ليه؟ عشان كل سنه بيصعدوا افريقيا وبيصعدوا للنهائي وقبل النهائي وفي الوداد بياخد البطوله واخدها مرتين عرفتوا ليه؟ انا بتحامل على لعيبه الزمالك وبقول العقود اللي بياخدوها دي عقود كبيره بدون مقابل، لان الترجي والوداد بعقود قليله. شوف تصنيفهم الافريقي عامل ازاي وشوف الزمالك تصنيفه فين، فحاجه تزعل يعني.